تفرج من التاكسي جماعي، من محطة التاكسي جماعي. لا دغ نشوفوا لنا شنيا تو برسمك محطة نتاع مترو، تفرج قدامك كيفاش التاكسي جماعي. شنهي لكن احنا باش ندورو في طريق سوسة وسط العاصمة تونس الجنوبية وحي شنيا سيدي حسين. حمولتي هذه شباب تفرج، والله اول مرة راها السيد موصل في حمولة في حمولتي انا، والله الشركة متاعي راهوش قاولك. شوف على الصباح يعني اخترت اني نرقد قدام كيوسك عجيل يعني متعدي من البلاصه هذه، وجاي الليل وتعبت وكل شيء، قلت خليني ندخل الباركينج لان قدام كيوسك عجيل نرقد يعني فهمتني. اول ما فقت تفرج يا رسول الله الصف الطويل هذم الكل على ليسونس، يظهر لي ليسونس مقطوع ولا ما نعرفش. انا تفرج بسم الله ما شاء الله الكراهه، بتفرج ومازال طويل الصف الكل وماذم الكل يستنوا في ليسونس قدام كيوسك عجيل. وبما انا قدام كيوسك عجيل يعني احنا في تونس اصدقائي. تفرج لا اله الا الله، جاب ربي انا ليسونس نتاعي معبي، ما عبيتوش بتبيع من هنا. انا ماكم تعرفوا روحت من المانيا، كنت في المانيا الكميوني معبي يعني فهمتني. تفرج مساكن في تونس كيفاش عايشين، وتفرج الجموع لين يتعاركوا. تفرج بالله هابتين من كرهبكم معناها وتتعاركوا عليش يعني. تفرج السيد يعقوبي لمم يعيط السيد يودي ما تمشي سونس ما عندك ما تعمل صديق. تفرج قدامي كيوسك عجير تو خلينا نخرج شباب ما عليناش احنا لنا ربي يكون في عونهم مساكن. تفرج الصف مازال طويل، حتى الحاكم جاي من غادي باش ينظم هكا السير والكل. لا 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 والله ربي يكون في عونهم. اوكي شباب تو احنا طبعا ماشي البون بري باش نهزو من غادي نشوفوا اذا كان عندهم هكا خدمه حاجتهم باش يوصلوا حاجه هكا ولا هكا، باش نهزوها من البون بري ونشوفوا وين نوصلوها. طبعا حليت الجي بي اس، شفت اقرب شركه ليا شنو هي وليت نلقى البون بري. هذاك علاش باش نمشي البون بري صديقي، نشوفوا كان عندهم هكا حاجه يوصلوها هكا ولا هكا. طبعا مانيش عارف انا بالضبط وين، مانيش في باردو متأكد منه انه كوني مانيش في باردو اما قريب منها، ومون بري نتوقع مش موجود في باردو. اللي يعرف شباب يكتب لنا في التعليقات احنا حاليا وين فهمتني، خاطر انا مانيش متأكد وين بالضبط. وحسب ما نتذكر اللي مون بري تفرج من التاكسي جماعي، من محطة التاكسي جماعي والكل لنا فهمتني. اوكي هذا هو مش مون بري شباب، ماشي الام جي المغازة العامة ام جي. اوكي خلينا نشوف اذا كان نلقوا هكا يحبوا يوصلوا حاجة هكا ولا هكا ان شاء الله. والله هنا ماذا بين هكا نهز مون بري وعلى طول نقصد ربي. اوكي خلينا نشوف انا حاليا قاعد نشوف في حمولة قدامي كيف تشوفوا فيها هذا غادي ان شاء الله تكون هي. ايوه هي شباب طبعا باش نمشوا 18 كيلومتر كاملين ما لينيش. اوكي انا ما يقلقنيش. اوكي والله حتى نمشي 100,000 كيلومتر عندي برشا هكا ما درتش في بلادي فهمتني، ماذا بين هكا نوصل حمولة في بلادي والكل. اوكي طبعا كيف تشوفوا هذه هي الشركة اللي باش ناخذوا منها الحمولة اللي هي المغازة العامة يعني فهمتني، المغازان جينيرال. وخلونا نحاولوا نبلصوا الشاحنة بتاعنا بطريقة جيدة باش نركبوا طبعا شركبوا الكاميون بتاعنا في الشاحنة يعني في التريلر اللي باش نوصلوا بها يعني. اوكي نتوقع توا هكا بطريقة جيدة وركب الحمولة نتاعك. طبعا هذه هي الحمولة نتاعنا من المغازي العام، وكيف ما تعرفوا شباب البلور هذا او التغبيش السيد مسكين اللي عمل الماب طبعا ما دفعوش ليه فلوس نتاع سبونسوريزاسيون، عنده الحق انه يغبشها والكل. انا حبيت انها تكون واضحة لكن ميساج صديقي هذيك هي الشركة اللي باش نخرج منها اللي هي المغازي العام. وتوا خلونا نقصدوا ربي ونجولوا في المناطق هذه ونشوفوا شو فماش ما تماش في بلادنا هكا كثما حاجات جديدة ولا لا. نجولوا صديقي. اوكي طبعا انا نفضل اني نوصل هكا حمولة في تونس خير من دولة اخرى، خاطر تونس بلادي يعني فهمتني، حتى اذا كان صارت مشكلة هكا ولا هكا يا معلم كيف ما يقولوا دارك تستر عارك فهمتني، كيفاش بلادك هي بلادك يعني حتى اذا كان صارت مشكلة ولا لا اسمك يعني مهوش بيجي يفسد. اوكي نحن في دندان شباب مناش في باردو كيف ما قلت لكم، حاليا احنا في دندان وما نعرفش كان باش نتعدوا على باردو ولا كيف ما تعرفوا هما قراب من بعضهم على الاخر جيريان معناها دندان وباردو نفس الشيء معناها فهمتني، حتى المترو هذا يتعدى على نفس المكان على دندان وعلى باردو. احنا تو خلينا طبعا متعدين من المكان هذا وانتم تمتعوا هكذا. والله صح عليه الزحى اللي الناس تسكن في الاماكن هذه والكل، وما نعرفش اذا كان في الحياه الواقعيه كملت بناء زعما البلاصه هذا، نتوقع راه كملت بناء والكل. واصدقائي الله غالب نعرف اللي هي حاجه هكا تغيظ برشا، لكن السيد اللي عمل الموت قرر انه ينسحب وما عادش باش يواصل انه
يزيد حاجات، يعني باش كي تطلع فيرسيون جديده او تحديث جديد للعبه باش يصير تحديث للمود باش تولي تخدم عليها، لكن ما ثماش حاجه جديده في المود، ما عادش باش تزيد حاجات جديده، الخطر عنده الحق ماهوش لاقي دعم مادي والكل مع المود هذا والكل، هو تعب فيه برشا تعب والكل طبعا باش ينسحب منه اوكي عنده الحق، وان شاء الله يرجع لنا في المستقبل، لكن انا معاه في اي قرار قالوا له خاطر عنده الحق الحقيقي. لا دغ نشوفوا لنا شنيه تو برسمك محطه نتاع مترو تفرج قدامك كيفاش تاكسي جامعي شنو شنو اللي شنو تو برسمك التاكسي المترو راه غلط يا شباب المترو شم جايبك في الطريقه في الطريقه تاع الواج بالله تاكسي جامعي تفرج شي عمل السيد لنا زعما هذه كل شيء كوميديا سوداء راه شباب صارت في تونس راه شنو اللي شنو تاكسي جامعه في وسط المترو لا في وسط سكه المترو يا شباب طبعا باردو نتوقع من المكان هذاك احنا ماناش متوجهين لباردو احنا ماشيين في طريق باجه وتونس الغربيه باش نوصلوا الحموله نتاعنا لنا. والحاجه اللي عجبتني اكثر شباب انه كونا من البدايه هكا بديناها في وسط مناطق معماريه مناطق عمران يعني باش ندورو هكا في مناطق تفرج باردو وكذا والدنيا كل شيء فهمتني حي الزهروني شكون من الزهروني شباب يتفرج فين احلى حي الزهروني في تونس واحلى حي الاحياء الشعبيه الكل في تونس. طبعا خليني نقصد ربي ومنحاول ما نجريش برشا، هو طبعا انا نعتبر في طريق سياره نجم نجري 110 كيلومتر في الساعه، لكن خلينا هكا في تونس هكا خي نخاف اللي يتعدى هكا طفل صغير ولا حاجه نضربه. وطبعا كيف ما تشوفوا هكا برشا حركه السير برشا، انا مانيش متاكد مع الوقت قديش انا متوقع توا 10 متاع الصباح يعني الناس فما ناس مازالت تمشي للقرايه وناس تمشي للخدمه وفما امكانيه فما ناس مروحين من القرايه، يعني ما نجريش ما عنديش الحق نجري، هو عندي الحق لكن يا معلم اولاد بلادك يا رسول الله لازمك تخاف عليهم، هذاك علاش نحاول ما نجريش. طبعا الحمد لله اشاره خضراء والله نفد كي نبدا مثلا نسوق في كاميونه هكا والكل تبقى اشاره حمراء هاك تحبس هاك تعاود تمشي او ما نعرفش شنيا ماذا بي على طول نص نلقاها اشاره خضراء نتعدى على طول. طبعا هذه بالحظ اصدقائي وتشكون شباب منكم يسكن في الحوم هذه يعني هكا تعدينا من امام دارك صديق قول لنا الثانيه بالضبط اللي تعدينا فيها من قدام دارك خلي هكا ولاد الحلال يصدموا عليك لا وخيان على شباب اوكي قال تو خلونا نحاولوا نوصلوا هذه بقدره تبي نوصلوها جا من حاجه وما يصير حتى مشكل. قلت لكم خاطر في تونس انا ماذا بيا هكا نوصل حاجات في تونس الكل، خلونا نقصوا ونشوفوا اللفتات هذم لوين يهزوا يعني اوكي باج المرنقيه الحريريه المطار بنزرت باردو، اذا كان ندوروا على الرومبوا ونرجعوا نمشوا لباردو، لكن احنا باش ندوروا في طريق سوسه وسط العاصمه تونس الجنوبيه وحي شنو سيدي حسين سيدي حسين سيدي حسين وشكون الشباب منو سيدي حسين طبعا اكتبوا لي وين تسكنوا عاد الكل خلينا هكا نكتشفوا الناس اللي تتفرج هكا والكل. صديقي اذا كانك جديد في القناه ما تنساش انك تشترك وتعمل لايك، وانت اذا كانك قديم عاد المفروض راك عملت لايك من اول ما دخلت تتفرج مش نقول لك انا فهمتني صديقي وطا فك برو اوكي طبعا الاماكن هذه ثم امكانيه كبيره انها كملت تبنت يعني كي نتعدوا على اشغال والكل ثم امكانيه انها كمل الاشغال هذيك لكن ما صارش هكا تجديد للمود ولا كل ما نذكر المود والله العظيم حبيت هكا سليانة تتزيد والكل ونمشوا هكا سليانة لا اله الا الله بربركة مثال اصدقائي والله عنده الحق راهو السيد هو فرج معناها الخدمة بروفيسيونيل للدرجة هذه كان جاي في دولة أخرى يعني في دولة أوروبية راهو ماهوش بلاش المود هذا راهو ما تلعبوش بلاش تو المود هذا بلاش راك تنجم تهبط وتلعبو بلاش جيت في دولة أخرى راهو يبيع فيه بالفلوس لكن في تونس احنا ماناش قادرين يعني الناس كي تعيش وتاكل يعني صافا والله صديقي عندك الحق راه وانت خاطر تعب وكذا وكل شيء لكن هي الهوايه راه ماكش باش تقص عليها راه فهمتني انت تو تقول قصيت وما عادش باش نرجع الكل لكن باش ترجع لها راه يجي نهار وترجع مثلا انا ماني يوتيوبر ينجم يجي نهار نقول باش نقطع على اليوتيوب ونشوف حلال دنيتي معناها خاطر اليوتيوب مانيش ندخل منه في فلوس لا ثم لا دعم مادي من المشاهدين لا فلوس من اليوتيوب لا حتى شيء يعني مانيش باش نوصل فيه مانيش باش ناكل منه الخبز نهار اخر لازم نقصد ربي في ارض ربي ونشوف حاجه ندخل منها فلوس حتى اذا كنت باش نقول لكم اللي انا باش بطل من اليوتيوبر مستحيل فهمتني صحيح ممكن ما نبداش نهبط بكثره لكن منها ما نبطلش من اليوتيوب او حتى فيديو في الشهر مستحيل خاطر اليوتيوب هو هوايه حبيته اليوتيوب نحب هكا نهبط فيديوهات ويجوني هكا اصدقاء في التعليقات يكتبوا لي مهيب كذا وكذا وفهمتني نبدا يعلقوا في التعليقات ويعملوا لايكات وكذا حاجه عالميه ما يحسها كان اليوتيوبر يعني فهمتني ولا جرب شعور صناعه المحتوى
هذاك على صديق نتوقع انك باش ترجع حتى بعد 10 سنين باش ترجع فهمتني، وخدمتك ياسر طياره صديق تفرج. والله نتوقع انا مانيش متاكد يعني فهمتني، لكن وقت اذا كان متاكد تفرج تعجيل الكاميون هذاك فهمتني، نتوقع راه باش يدور ويرجع ولا ما نعرفش يمكن معبي وما ندريش فهمتني. بكم شفت احنا كنا قدام كيوسك عجيل والجموع كيف شكل مشاكل يكون من جوش سونس، اكيد راه هذاك يا هو السبب بي اما الحل فهمتني، اكيد تو يدور يرجع العجيل ما نعرفش ولا ما كنهوش ماشي الكيوسك هذاك فهمتني، كي تما اكثر من كيوسك عجيل فهمتني. نتوقع كان نمشي شويه لقدام تلقى كيوسك اخر عجيل. والله تفاجئت كنت راقد هكا جو احلى جو، مسكر الكاميون مسكر الشبابك كذا كل شيء، عملت هكا بوم تفرج كنت طبعا هكا يتحل الشباك ما تشوف هكا قاعد يتحل. انا كنت طبعا باش ترقد بتبيع باش تسكر كل شيء، باش تسكر الشبابك وتسكر خليني نسكر حس الكاميون شباب فهمتني، مسكر الشباك وقت اللي فازيت نلقى هكا الطريق اصلا مش يبالي ما زلت نحلم هكا حكيت عيني فهمتني، نلقى كراهب هكا الكل والناس تتعارك هكا شفتوا غادي فهمتني. هذا كله على الليسانس، علاش هذا الكل صديق اصلا ما تخليش روحك حتى تصير قريت المشكل اللي صار تاع ليسونس. هو تو حاليا نتوقع جونا احلى جو، قبل اللي كان عندنا مشكل تاع ليسونس كي السيد مثلا يبدا كرهبته يعبيها بلان هو ماهوش حاجته بالبلان، كي يعبي بلان يبقى مثلا عنده مثلا نقولوا جمعتين ثلاثه ما يعاودش يعبي ليسونس، علاش تعبي في بلان يا صديقي؟ خلي معاك الناس تاكل معناها فهمتني، كي انت تعبي بلان والاخر يعبي بلان والاخر يعبي بلان فهمتني، يعني فول تنك فول اذا كانك ماكش نوسي ما تفهمش بلانش معناها معبي على الاخر. طبعا باش يصير مشكل فما عباد باش تتعب يعب وفما عباد لا، اوكي خلينا ندخلوا من المكان هذا في طريق وسط العاصمه ودائره سيدي البشير ودائره المدينه اوكي. قال طبعا من هنا الكهرباء نتاع وش اسمها ليلى محمد رسول الله واحد التدخل كان حب لي ربي نمسهم يعني، حسيت روحي في اخر لحظه باش نمس ولا شنو نعمل مشكل وذاك علاش كان خفت شوي فهمتني، كنت نحكي في موضوع على طور دورت وتأكدت. وطبعا الشباب شفتهم متعدين على لافتات صفرة، ريت كي تتعدى على لافتات صفرة صديقي مش بيضة مثلا بيضة هذه تبقى على طول، لافتات صفرة يعني أشغال وقتية وبش تنحى فهمتني، كي تبدأ لافتة صفرة يعني أمور وقتية هذيك وماهيش باش تبقى على طول اللافتة هذيك فهمتني. اوكي طبعا كي نبدا نعرف حاجات هكا في الكل فك فازت الكود نتاع الشوارع والكل فبدي كود لروت معناها فهمتني، نحاول هكا نوصل لكم معلومه والكل صديقي. اوكي تو باش ندورو بلاصه هذه، طبعا العلامه هذه مش بالضروره نحبس النجم نتاع ديريكت نتعدى ماهيش قف هي تعوض القف، هذيك نتاع فسح مجال اذا كان شفت سياره هكا متعديه تحبس لها وتخليها تتعدى، اذا كان ما شفتش ماكش بالضروره انك تحبس، لكن علامه قف لازمك تحبس فيها حتى اذا كان يبدا الطريق فارغ لازمك تحبس فهمتني، يجي وراك الحاكم وحتى اذا شاف الطريق فارغ تقول واو الطريق فارغ هذاك علاش تعديت، هذيك قف تتخطى عليها صديقي فهمتني، وجنح هذيك تعتبر اوكي. لكن هذيك تاع المثلث المقلوب هذيك هذيك فسح مجال يعني نورمال، اذا كان تحبس فيه تحب تحبس تحب ما تحبسش هذيك ترجع ليك انت يعني الفاز اوكي. طبعا احنا دخلنا للحومه هذه مانيش متاكد اللي يعرفها طبعا شباب الحومه هذه شنو هي بالضبط، خاطر الظاهر اللي هي حومه ما هيش تفرج هكا الطريقه هكا كيف ما تشوفوا حيط هكا طالع على جنب، الظاهر اللي هي حومه معنا فهمتني اوكي. وشكون يسكن طبعا في المكان هذا والكل صديقي اوكي. يلا تو احنا كنا 18 اوكي نقص زعما تعدوا شباب بارا بركة والله خلنا تعدت بارا بركة صديق اوكي. تخطيط حركه الفم دي في بالي جبت سيد من ود طريق سوسه تونس الجنوبيه، معناها احنا ماشيين في طريق تونس الجنوبيه احنا شباب اوكي. شكون منكم هكا ضروري لنا متعدي هكا راك انت راقد وانا تو متعدي اوكي، كان سمعت صوت كاميون تو هكا والكل وانا تعديت من الحوم تعرف اللي هو انا ذاك، انا عملت عليك الحس راك راقد انت مسكين وانا عملت عليك حس اكيد راك هبط الفيديو هذا اكيد راك عرفت الفادك تبغى تخيلك جيت في حياة الواقع بالعكس اوكي. تو خلينا اوكي ثم هبطه لان خليني نقص شوي ومانيش متاكد شنو هي الحموله اللي هززها، نجم تكون حموله خطيره تعديت نقول لك باش نعمل احد، وكنت نجم نتعدى من غادي لكن ما يصيرش نجم نزيد نمشي من وندور على طريق المترو اوكي، المترو حابس جاب ربي وخليني ندور من الطريق غادي اسهل كنت نجم نتعدى منه لكن كلفتني شويه الوقت هذاك علاش كنت اسرع شويه من الطريق هذاك علاش ما نجمتش ندور بالوقت، ولا كملت ودورت ولا تعجبني الطرقات اللي عندك اذا كان صار مع السيد هو دخل فيا مانيش انا
اول مره هذه تصير مشكل اكسيدو انا مانيش متسبب فيه بالحق، انا كنت نسوق جو يحلى جو وهو اللي تخلف فيه. بارمي سيرس صديقي تونسي وكذا ود بلادي نعدي، كان جا مثلا في دوله اوروبيه راه تشبيك لكن تونسي بارك ميسيرس اوكي ولد بلادي. إشارة خضراء نايس تعجبني كي تعد هكا في إشارة خضراء. طبعا من هنا الوردية وسوسة فهمتني، والله صح عليهم اللي يسكنوا هكا في المناطق هذه والمود موجودة في المناطق هذه والكل، والله صح عليكم هكا تعملوا جو والكل كي تتفرجوا هكا في الفيديوهات، مش كيف مساكن اللي يسكنوا في ولايات أخرى بعيدة على تونس وكل الولايات المجاورة لتونس فهمتني، تونس العاصمة فهمتني، حتى باجة مش موجودة فهمتني، ذاك علي شو هي سيلينا ابعد من باجا فهمتني، بجنب بعضهم يعني سيلينا وباجا بجنب بعضهم ولايات مجاوره يعني، حتى اذا كان صارت لازم باجا تتقد قبل سيلينا. حمولتي هذه شباب تفرج، والله اول مره راها السيد موصل في حموله في حمولتي انا، والله الشركه نتاعي راه واش قاولك شوف مهيب زهير والله نايس اول مره تصير هذه، معناها للدرجة هذه أنا ما نعرفش إيش صاير في الشركة متاعي، معناها الشركة متاعي ولت تجيب في السلعة وأنا ما في بالي إستفرج السيد يوصلي في الحمولة متاع الشركة متاعي والكل، والله نايس شباب مهيب إزهير مهيب المناعي نايس. أي وصلي حمولة الشركة متاعي بالباهي، ما نحبش هكا توصلها بطريقة سيئة، كيف ما تشوفوا شباب الشركة متاعي توصل هكا في كارت جرافي يعني حاجة تابعة البي سي يعني كارت جرافيك وبروسيسور وكذا ودنيا كل شيء، والله نايس تفاجأت نلقى راسي هكا في وسط الطريق اوكي نايس مهيب اوكي، معناها لازم الفيديو الجاي نوصلوا حمولة من الشركة متاعي، والله تفاجأت نلقى السيد يوصل في حمولة تابعة شركتي أنا والله كا ريلي نيجا بجد، والله ما في بالي قالوا لي خاطر اللي يخدموا عندي في الشركة والكل قالوا لي يا مهيب برنا مازلنا نعبو فهمتني، ما نعرفش فجأة والكل ماني حط مدير غادي والكل فهمتني، خاطر عندي نعمل في برشا مواضيع والكل، وكان نطلع البلدان الأوروبية نوصل منها الخدمة والكل، واللي تحط شكون متولي بالشركة وعطيته الصلاحيات انه هو اللي يخدم وحده، مش بالضرورة معطو صحاحتي انا ولا حاجة الماء انا نقولو اعمل هكا وهكا، عبارة يعوض فيا فهمتني المعوض متاعي، هذاك علاش خدم الشركة متاعي ولي تخدم الكل وشحنات ولي يجيبوا في السوق شحنات اخرين يوصلوا في خدمتي وانا ما في باليش فهمتني. نايس هذي تعتبر نايس، هذي معناها نرتاح نفسانيا اللي الطاقم متاعي ولا فيه هكا ناس ثقه معناها ويخدموا كل شيء مش بالضروره اوكي، طبعا هذا طبعا كيوسك عجيل كيف مكثره بي كان كيوسكات عجيل خاطر ما عجيل طرفه تبع تونس والكل فهمتني، مش كيفك توتال وليبيا وما نعرفش شنو والكل فهمتني، كيوسك عجيل تبع تونس والله نايس السيد يوصل لي حمولة من الشركة بتاعي، تفاجأت والله تفاجأت صديق هكا مش تخيل تمشي في الطريق تلقى راسك متعدي في حمولة متعدي راسك اوكي نقص شوية وندور من المكان هذا، طبعا انا نعمل جو في الحياة الواقعية وقاعد نترشف وقاعد ندور هكا نترشف في قهوة فهمتني، ندور نوصل في الحمولة بتاعي هذه والله نايس، واحد متعدي يلقى راسه في الطريق والله نايس، لازمي هكا نكلمه ممكن نعطيه كالبريم دوران دمو ولا ما نعرفش شنو كالبريم هكا يعطيك فلوس، معناها عارفك يعطيك فلوس على خاطرك هكا تخدم خدمة جيدة وكذا وكل شيء، والله ما نفرح بهم العمال متاع الشركة متاعي بقدرة ربي، الفيديو الجاي نوصل حمولة من الشركة متاعي ان شاء الله اوكي، وخليني نعمل نظرة في المكان هذا مش موجود فيه مش موجود نقص مهيب لا تعمل نظرة لا نظرتين ديريكت تتعدريت الطريق هذا سليانة طريق سليانة هذا وش خص لو كان جيت نجم نمشي لها كان جاك من المود وكل ندور من غادي نمشي سليانة وكل ندور المناطق الداخلية كيف جندوبة والكيف فهمتني، مرة مليك عادي احنا المفروض نحمد ربي اللي ثم لعبة كما هكا لعبة عالمية اروتراك في بالك اللي ثم امكانية انه ثم الناس من فرنسا ومن المانيا ومن امريكا ومن دول اخرى يدخلوا للمود هذا خطر بروفيسيونيل، ما نتوقعش ثم مود صار متاع دول بروفيسيونيل الدرجة هذه يعني ما نتوقعش، يمكن شركات عالمية ريتها لعبة محاكي الشاحنات في حد ذاتها الشركة متاع محاكي الشاحنات، ما نتوقعش تنجم تعمل مود للدرجة هذه دقيق ولا تعمل دولة للدرجة هذه دقيق مستحيل، لو كان جيت نلعب في لعبة ايروتراك عادي طبيعية تورا انا مشيت من فرنسا لألمانيا تورا
وانا حاليا تاو نتفرج ندور ما بين اللحوم معناها مازال في تونس العاصمه. اش قالك؟ والله غذتني على الاخر كي شفت الرساله نتاع السيد العمال المود، قال قررت اني نعتزل المود والكل. لكن فاهم متفهم ولا خاطر حتى انا نمر به الشعور هذا، هكا كتاب دي تخدم الكل شيء ما كيش تلقى في مقابل. لمتني طبعا كيف نفس الشيء كيوسك عجيل، لان كرهبت الشرطه يخن دوبر عليها زعمل يا عامل حاكم بلا يزرب شوي بالله في بالي بيك حاكم والكل، لكن نهم يكون تكي تكي على اليمين هذيك ربي خان تعد لا اله الا الله. اوكي باش يدور، قالك باش يدور على اليمين. اوكي تعدى تعدى صديقي، نجم تعدى قدام. اوكي نجم تعدى وانا باش ندور من المكان هذا. مورنيغ ونعسان طبعا اقروا لافتات هكا والكل. انتم خاطر اكيد مانيش باش نجم سوق الجمله، ماشي نحو سوق الجمله نتوقع شباب ما يعني من مون بري او الماجازان جينيرال، مش مون بري ماجازان جينيرال هذيك ربي مهيب، ماشي من الماجازان جينيرال نحو المغازل العامه يعني نحو شو اسمه سوق الجمله. اكيد راي هذه فيها حموله نتاع ميكله يعني ولا تنجم تكون الكونتينر هذه فارغه باش نوصلها غادي نعبيها يعني. اوكي توا خليني ندخل الشاحنه بتاعي اللي هنا سوق الجمله ونحاول نبلصوها هكا بطريقه جيده. تعرفوا صديقكم وهي بيحاول يبلص بطريقه جيده، هذا هي تاع السائق المحترف. السياقه ايزي معناها تدور فولون وتتعدى يعني تدور المقود وكذا، لكن التبليص هو اللي يجي فيه يعني الانسان العامل المجد ولا لا. وطبعا المكان صعيب ما بين زوز كونتينرز، هاي ربي تستر ربي تستر بالحق شباب، صعيبه راهي صعيبه ما تشوفوهاش وتقولوا سهله. خليني نزيد نمشي شويه هكا وتوا نحاول نوخر. اوكي وما نجريش ما تجريش يا مهي قدرة ربي. لا 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 صعيبة والله صعيبة شباب والله صعيبة لا 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 زعما جيبوها انا ما نتوقعش مست بربرك. يلا 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 تنجم انت تستطيع انت تستطيع. اوكي نايس والله تعديت نايس 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 زعما تجي بالله يجي من المرة الاولى يجي من المرة الاولى وهريني بالله يجي من المره الاولى. ما نتوقعش باش يجي من المره الاولى. الاخر قريبه شويه. تو خلينا نستويها شويه نمشي هكا يا مهيب استويها شويه وتو نعاودو نوخرو. هيا بالله نبلص. اوكي الحمد لله هي صعيبه لكن تمكنا من ان نبلص. اوكي صديقي لهنا نكون وصلنا لاخر الفيديو من لعبه محاكي شاحنات خريطه تونس. صديقي نبقى اكثر فيديو تمسش انك تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتنشر الفيديو ما بين اصدقائك الكل. ويلا باي باي.